فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الجهاد مع أهل البدع ضد اليهود والنصارى، ومن ثم نلتفت لتصحيح العقيدة التي بيننا وبينهم؟ الجهاد يكون مع إمام المسلمين، إذا أمر بالجهاد وجند الناس للجهاد يجاهد معه، لأن الجهاد من صلاحيات الإمام، هو الذي يتولاه ويأمر به ويقوده أو يقيم أمراء على المجاهدين. وأما بدون ولاة الأمور فلا يسمى هذا جهادا، إلا إذا كان من باب الدفع، يعني واحد جاك يبي يقتلك ولا يبي يأخذ مالك، هذا تدافعه، وإن قتلك فأنت شهيد. أو إنسان يريد أن يسطو على بلاد المسلمين وأنت معهم فتدافعونه وتجاهدونه، لأن هذا دفاع عن الحرمة، عن الحرمات. نعم، انتج. ولهذا يقول العلماء: لا يجوز الغزو بغير إذن الإمام إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني لو تأخروا تسلط عليهم العدو، ففي هذه الحالة يجاهدون ولو لم يأذن لهم الإمام، لأن هذا من باب الدفع عن حرمات المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.